متونسه فيقوا على روحكم في الموضوع نتاع القضاء. سامحني فقط نعاود نذكركم قال لكم حتى اقنعكم حاجات غريبه السادة نتاع القانون كل خرج قالوا لكم ايش دخل استقلال القضاء ولا سامحني ايش دخل نزاهه القضاء في المساله على القضاء. انت عديت له ملفات وهو ما حبش يحيله ما صارتش دونك انا امشي عدي ملفات المجلس هذا اللي قلنا جاي حل المجلس تو عنده شهر سي ولا القضاء مستقل هو ما عادش يحكي لكم دور لكم اثنين اخرى الاحتكار راكم الشعبويه خلقتوه انتم مع قيس سعيد كان جاي في بلاد اخرى قيس سعيد راه يحترم روحه.